معاشر الكرام، يوم عرفة يوم عظيم، ينبغي لنا أن نقدر له قدره، وأن نعرف له مكانته، وأن نستشعر منزلته وفضله، حتى ندخله على بينة بعظيم شأنه ورفيع مكانته وعلو قدره ودرجته، وأنه يوم ليس كالأيام، وخاصة لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوقوف في عرفة، مع أن هذا الفضل لا يختص بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال: يوم عرفة أو صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا لعموم الناس. وأما الحجاج فإن الأفضل لهم ألا يصوموا يوم عرفة تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتقوية لأنفسهم وأبدانهم على الذكر والدعاء واللهج بذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم المبارك. جاء في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن نفرا تماروا عندها: هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو ليس بصائم؟ وذلك في يوم عرفة. فأخذت رضي الله عنها قدحا من لبن وقدمته للنبي عليه الصلاة والسلام فشرب منه، وكأنها تقول: الجواب ما ترون. فشرب منه عليه الصلاة والسلام، فعلم أنه لم يصم. ولهذا السنة ألا يصوم الحاج يوم عرفة، أما غير الحاج فإن صيام يوم عرفة أفضل صيام أيام التطوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. معاشر الكرام، فعلا ينبغي أن نستشعر مكانة يوم عرفة العظيمة، ومكانته تظهر من خلال أدلة متكاثرة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيحين عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية في كتابكم، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية هذه؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إنني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه عشية عرفة في يوم جمعة. وهذه الآية لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، نزلت في بيان أن الله سبحانه وتعالى أتم الدين وأكمله. فانظر هذه الفضيلة العظيمة ليوم عرفة، فهو اليوم الذي أتم الله عز وجل لهذه الأمة فيها دينهم وأكمله لهم. ولهذا بعد يوم عرفة، بعد نزول هذه الآية، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حلال ولا حرام، لأن الدين كمل. وهذا مما يبين لنا مكانة يوم عرفة العظيمة.